ونبلش مقطعنا شباب، وبشرح لكم ثلاث تحديات كاملات. اول تحدي شباب مطلوب منك تبحث عن الشو تايم بوستر. طبعا شباب سهل التحدي هذا، موقعه بريتان رو واكثر من مكان. المكان اللي بعرفه بريتان رو شباب مثل ما تشوف بالخريطه، بس تكبس مربع وهيك خلصنا التحدي الاول من تحديات مارشميلو. التحدي الثاني مطلوب منك تزور ستيج الشو تايم. طبعا الستيج موجود بليزنت بارك، محل ما حددت لكم بالخريطه، بس كل عليك توصل تلمس الستيج يعني توقف عليه وبتخلص التحدي الثاني. طبعا بعطوك الرقصه اسمها كيبت ميلو. التحدي الثالث لازم تستخدم هاي الرقصه اللي بعطوك اياها بثلاث اماكن وترقص فوقهم. بوريكم ثلاث اماكن بالترتيب. اول مكان محل ما حددت بالخريطه. طبعا لازم تسوي التحدي هذا بعد ما تاخذ رقصه كيبت ميلو، هاي الرقصه من التحدي الثاني. والمكان الثاني شباب محل ما حددت لكم مثل ما تشوفوا قدام هون، وبرضه كمان هون لازم ترقص رقصه كيبت ميلو، الرقصه هاي اللي بعطوك اياها لما تخلص التحدي الثاني من تحديات مارشميلو. تيجي لمكان وقفت عنده بترقص نفس الرقصه وبتخلص المرحله الثانيه من التحدي الثالث. اخر مرحله اللي هي البحيره الجليديه، طبعا نفس الشيء بترقص رقصه كيبت ميلو فوقها وبتخلص التحدي كامل، وبعطوك فاس مارشميلو مجانا. وبالنسبه لتعديل السكن المخفي، طبعا شباب هم مفاتيح حاليا موجود مفتاح واحد، يعني مرحله واحده او تعديل واحد من تعديلات السكن المخفي. طبعا مكانها بولار بوريكم اياه على السريع. طبعا باقي المفاتيح لسه ما حطوهم بالخريطه، اول ما يحطوهم بالخريطه على طول راح اوريكم مكانهم. فتاكد انك فعل زر الجرس عشان بس انزل المقطع خلال هاليومين يوصلك اشعار، وما تغلب حالك تبحث المقاطع على اليوتيوب. وهيك شباب بكون وريتكم تعديل السكن المخفي الاول، باقي التعديلات الثانيه لما يحطوهم راح انزل لكم مقطع عنهم. طبعا شباب بالنسبه للسحب على الجيف اوي، طبعا شباب راح انزل السحب مش باليوتيوب، راح ينزل على الستوري الانستغرام زي دايما. طبعا بذكركم بشي، طبعا السحب راح يكون على تعليقات اليوتيوب. المقطع اللي تشوفوه قدامكم اللي هو نزلته يوم الاثنين الماضي تسريب تحديات الاسبوع التاسع، راح افوت على التعليقات واخذ رابط المقطع زي دايما واحطه بموقع يعطيني كومنتات عشوائيه واختار كومنتين واربحهم. طبعا اسماء الفائزين هذا كله الفيديو لما اسوي الجيف اوي الفيديو السحب راح انزله على ستوري الانستغرام، فبحط لك رابط انستغرامي بالوصف او بالتعليق المثبت. ادخل على انستغرام وتابعني، والسحب راح ينزل خلال ساعة او ساعتين على الستوري. طبعا باقي ساعة او ساعتين في معك وقت انك تشارك بالجيف اوي، فبحط لك رابط مقطع الجيف اوي بالوصف، وكمان بحط لك رابط انستغرام اللي بحط اسماء الفائزين بالستوري. بس شباب هيك وصلنا لنهاية مقطعنا، فاتمنى اذا عجبكم المقطع لا تنسون من اللايك، واتمنى اذا ما كنتم مشتركين من القناة انكم تشاركوا، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى نوصل 300 ألف مشترك. وربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامة.